رندا، اولا مبروك. الله يبارك فيكي. مبروك مبروك يا رندا، فكرة جميلة وخرجتي بصي، بره الصندوق. انا بجد اقنعتي كريم ازاي؟ بس الاول قبل اي حاجة، اقنعتي كريم ازاي؟ هو انا بصراحة ما اقنعتهوش، هو انا كنت دايما بتمنى ان انا اتجوز حد يشبهني، وكنت بعمل هاشتاج اسمه عشان يشبهني على الفيسبوك، وكنت بكتب كل حاجة نفسي اقولها للبني ادم اللي انا هتجوزه في الهاشتاج ده. بس طبعا انت اكيد جالك يعني عرسان كتير قوي عند بالطريقه دي. بصي، هو انا عندي 29 سنه، انا دايما كان بيتقدم لي ناس ما يحصلش نصيب، مش عارفه ايه كده. يعني اخر خطوبه اتشكلت، عرفت كريم بعدها بوقت بسيط جدا، وعرض ان احنا نرتبط وكده. قلت له لا بلاش دلوقتي، يعني لسه يعني مش وقت مناسب يعني. خدت وقتي وفعلا شفت ان هو ده الشخص اللي يشبهني، وكنت دايما بحلم ان انا اعمل حاجه مختلفه، حاجه جديده، حاجه ما اتعملتش قبل كده. انا طبعا رندا الشيخ، مديره العلاقات العامه في القريه الفرعونيه. فعرضت الفكره على كريم وقلت له انا عايزه اعمل 1 2 3، قال لي يلا بينا. الموضوع ما خدش اقناع او كده، لا هو كان مرحب جدا جدا بالفكره يعني، وكان مبسوط بيها قوي، وفعلا بدانا نعملها يعني الحمد لله. جميله رائعه. وبعدين الحاجه الحلوه، حاجتين الحقيقه يعني لفتوا نظري في كلامك، انا عايزه حد يشبهني ودي حاجه مهمه قوي، والحاجه الثانيه ان هو اتحمس لفكرتك يا رندا. وعلى فكره دي علامه من علامات حبه ليك، يعني ممكن يكون بداخله يعني ممكن ولو 1% او 2% مش مقتنع قوي، لكن مجرد ان انت نفسك تعمليها بالطريقه دي وهو شاركك نفس الفكره والحماس علشان تحتفلوا بالزواج، فدي حاجه عاطفيه ورومانسية. انا عايزه جدا. اقول لك هو فعلا شخص خجول، فيعني انا ما كنتش متوقعه ان هو موافق. انا كل شويه اقول له كريم انت بجد عايز تعمل كده؟ يقول لي اه هنعمل كده. انت موافق؟ اه. طب انت هتبقى مبسوط؟ اهم حاجه انت تبقي مبسوطه. ربنا يحفظك ويسعدك. بالنسبه لي حلوه طبعا. اللهم امين. طب انت ليه اخترتي، يعني ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في العادات الفرعونيه؟ يعني هل شغلك في القريه الفرعونيه هو اللي يعني حمسك انك انت تعملي فرح بالطريقه دي، ولا كان في عادات معينه عند قدماء المصريين هي اللي شجعتك وحمستك انك انت تعملي فرح فرعوني؟ هو اولا انا في حياتي الشخصيه بحب دايما اعمل حاجات مختلفه ما اتعملتش قبل كده، تمام؟ فكانت بالنسبه لي ان انا عشان اعمل حاجه مختلفه لازم تكون جديده، ما حدش فكر فيها، ما طلعتش على ارض الواقع. فجي في دماغي ان انا اعمل الزواج او الزواج فرعوني. طبعا انا من الشخصيات اللي بحب وبقدس الست جدا جدا جدا. فلما انا شفت وقريت عن الفراعنه، فلقيت ان هم بيقدسوا المراه جدا جدا وبيحترموها حتى في الحياه عموما يعني. فعرضت الفكره على الاداره، فقالوا لي طب تمام نعملها. فكنت مبسوطه ان الفكره اتوافق عليها ان احنا نعملها في القريه الفرعونيه، لان انسب مكان ان احنا ممكن نعمل فيه الموكب الفرعوني والزفاف الفرعوني يعني. طب قولي لي رندا، عملت ايه بقى في المعازيم؟ الاهل والاصدقاء بقى عملت لهم دريس كود لازم تيجوا برضه لابسين فرعوني او اكسسوارات فرعوني، ولا عملتي ايه؟ بصراحه هو الموضوع يعني برضو انا فرحي الاساسي يوم 20/2/2020. فكره الزفاف الفرعوني دي انا كنت عاملاها بس لاصدقائنا والصحفيين اللي لما عرفوا الفكره فكانوا حابين ان هم يبقوا موجودين، والناس اللي حابه تشوف الحاجه الجديده. طبعا احنا حظنا كان حلو ان كان موجود زوار كتير جدا جدا، مصريين وعرب واجانب، فكانوا حاضرين الموكب والفتح الفرعوني، فكانت دي بالنسبه لي حاجه جميله جدا يعني. رائع. يعني خدتي بالك من التاريخ؟ ايوه بالظبط. لا بس انت فرحك بتقولي لسه، يعني بعد بكره فرحك 20/2. بصي دي كانت مراسم زي كتب الكتاب كده. اوكي. مراسم كتب الكتاب او مراسم اللي هي الزواج الفرعوني، والفرح الاساسي هيبقى يوم 20/2/2020. بالمناسبه انا كانت خطوبتي 19/1/2019. انت مختاره التواريخ بقى. قصدك. ايوه فعلا، انا بحب دايما ان تبقى حياتي مختلفه ومميزه. طبعا احنا حياتنا عموما يعني في كل واحد عنده الحلو وعنده الوحش، فاحنا بنحاول ندور على الحاجات الحلوه اللي تخلينا دايما مبسوطين يعني، ونفتكرها دايما بتاريخ حلو يعني. طبعا ربنا يسعدكم ويحفظكم، وهتحتفلي بقى بفرحك ان شاء الله اللي هو بعد بكره، ومبروك مقدما بطريقه برضو مختلفه كده. ان شاء الله باذن الله. انا كنت والله اتمنى ان انا اعمل الزفاف الفرعوني والموكب الفرعوني ده في القاعه وكده، بس بصراحه انا كنت عايزه اعمل ده في مكاني اللي انا بشتغل فيه، لان انا بحب القريه الفرعونيه جدا جدا، وكان حلم حياتي ان انا اشتغل فيها من 2012 اول ما كنت منظمه حفله لقماح.
فاول ما رحت المكان اتبسطت وقلت المكان ده رائع، انا نفسي اشتغل فيه. المكان ده شبهي فعلا. قلتي المكان ده شبهي جدا والله جدا. بالصدفه فعلا يعني من 4 سنين القريه الفرعونيه طلبت مديره علاقات عامه، وانا قدمت واتقبلت، وكان مقدم ناس كتير جدا، والحمد لله ربنا كرمني واشتغلت في المكان اللي انا كنت بتمنى ان انا اشتغل فيه، لان انا عندي ايمان بقانون الجذب. صحيح. انا ودي حاجه حلوه جدا كده والله يا رنا. تخيلي بقى يعني ربنا يحقق لك كل احلامك يا رب، ويسعدك انت وكريم، وتبقى حياه سعيده وناجحه وموفقه، وربنا يحفظكم، والف الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا رندا. اقول برضو رساله كده للناس لو هم حابين يسمعوها، اهم حاجه في الجواز الحب، وان انت بتتجوزي واحد هو بيحبك، مش مهم مميزاتك ايه او عيوبك ايه، مش مهم انت شكلك ايه، مش مهم طباعك، حد يتقبلك بعيوبك قبل مميزاتك. صح. مش مهم الماديات بتاعته، مش مهم مادياته، مش مهم شكله، مش مهم هيعمل لك ايه، مش مهم هيعيشك فين. احنا بنشوف طبعا حالات طلاق كتير جدا، وانفصالات وخناقات وكده. اهم حاجه ان انت تبقي متجوزه واحد وانت معاه في بيت واحد راضيه، وهو راضي بيكي، تبقي نايمه مطمنه ان هو عمره في حياته ولا هيجرحك ولا هيخونك ولا هيبص لغيرك ولا عمره هيشوف عيب فيكي، بالعكس كل عيوبك هيشوفها مزايا. صح. ودايما نتمنى وندعي ربنا ان هو يرزقنا بحد شبهنا، لان بصي هو الجواز ده نصيب، نصيب فعلا. أكيد. مهما الواحد فينا يحصل له حاجات وحشه او مشاكل او ربنا هيعوض، ودي حاجه انا مؤمنه بيها جدا جدا، ان عوض ربنا حلو جدا جدا جدا. يعني كريم ربنا عوضني بيه بعد 3 خطوبات اتفشكلت قبلها بيوم او اسبوع او كده. فالحمد لله انا عارفه ان ربنا بيحبني جدا عشان رزقني بواحد زي كريم. انا لو كنت اتمنى او ادعي رب يعني ربنا اداني حاجه احلى من اللي انا كنت بتمناها كمان. يعني ربنا يسعدكم سعادتكم ويحفظكم ويسعدكم دايما. ويا ريت كل حد بيتفرج علينا يكون سمع فعلا دي نصيحه من القلب، جميله جدا 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 وصادقه. ألف ألف مبروك يا رندا، وألف ألف مبروك يا كريم، وفرح سعيد وحياة برضو سعيدة وعمر مديد يا رب إن شاء الله بإذن الله.